انا عارفه ان انت اهلاوي. انا اهلاوي يعني انا انا اهلاوي وبحترم جمهور الزمالك طبعا. فطبعا وانا مش هفتن عليكي بس ماشي انت بتسلميني عادي. لا انا لابس احمر ماشي كده انت بتسلمي نفسك. لابس احمر ماشي يعني وبحيي جمهور الاهلي بكل حب بكل ود. طب منى زملكاوي انا سايبك ومش عايز افتن عليكي ماشي بكل ود لابس احمر عشان بنحتفل طبعا طبعا بالاهلي وجمهور الاهلي طبعا في دوري ابطال افريقيا. بس الزمالك لاعب حلو لعب يعني حلو. يعني خلينا برضو فير طول عمره بيلعب حلو بنلعب حلو اي نعم ما بناخدش الدوري بس بنلعب حلو ايه المشكله يعني. الف مبروك يعني لمصر الله اهلي زمالك أيوة. لمصر اشكرك اشكرك انت كده مسكتي الموضوع صح. احنا نهائي دوري ابطال افريقيا لأول مرة في التاريخ يبقى بين فريقين من نفس الدولة. لا نحن نحط رجل على رجل. أيوة. أهلاوية وزملكاوية واسماعيلاوية واتحادية شوارع مصر كانت مقفولة امبارح. اللي احنا عايزينه احنا نحط رجل على رجل كده في القارة ونقول لهم يا جدعان احنا مصر اللي على الناصية دي عارفينها. احنا مصر اللي فرقتين من هذا البلد لعبوا نهائي. ما فيش دولة عملت كده. وعلى فكرة أرقام مصر القياسية في الكرة أنا بس مش عايز أجلب البرنامج رياضي يعني لكن أرقام مصر في الكرة حدث ولا حرج سواء منتخبات سواء أندية سواء احنا اللي عملنا الكرة في أفريقيا أصلا فمش حاجة جديدة. لكن ماتش الجمعة اللي هو ماتش النهائي ده ماتش له سمت خاص لأنه مدعاة للفخر من قبل ما يبدأ. هو بمجرد ان الفرقتين وصلوا بس خلاص صح. انت عارف انا كنت بشوف الماتش مع مين؟ مع مين؟ تقول لي مع زملكاويه. زملكاويه مع رموز الزمالك رموز الزمالك. كنت في بيت ايمن يونس كابتن ايمن يونس طبعا طبعا. على يميني كابتن هشام يكن على شمالي كابتن عبد الحليم علي قدامي كابتن خالد جلال. انا قاعد في بيت زملكاوي. احتفلت ازاي بقى؟ احتفلت بادب يعني أيوة. علشان علشان برضو طبعًا. مراعاة طبعا شعور طبعا الزملكاوية. لكن طبعا هم شخصيات رياضية قديمة خلاص نشأوا على الروح الرياضية ونشأوا على صحيح. فطبعا انا قاعد مع فئة خفا صح ما يتخافش منهم صح. بس هشام الجخ في حب الاهلي والاهلاويه كتب قصيده. طبعا كتبت قصيده عايزين نسمع. اسمع يا ستي اسمع. عن عظمه الاهلي كل الكلام متعاد. هتعد في البطولات هتجلب العداد. وانتهت في العنوان اسأل عن الأسياد اسأل عن البطولات وهزة الاستاد وفرحة الأولاد ورجة الجماهير مكابير يا أهلي كبير. احنا فريق العز والفرحة والمكسب. الأهلي لما يفز اسأل عليه الملعب. احنا فريق الوطن يا سعد يا زغلول. يوم جيت من المنفى احكي يا سعد وقول احكي على الجماهير والانجليز خايفين. الاهلي كان على البر وسعد وصل العصر استقبلوا النادي رافعين رايات النصر. الاهلي مش كورة الاهلي من يومه رمز الكرامة مصر.
اهلاوي 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 طبعا اهلاوي طبعا. سؤال بره الصندوق. بره الصندوق، ممكن تكتب للزمالك قصيده؟ يا استاذ احمد احنا مش متفقين ان ممكن اكتب للزمالك قصيده؟ ممكن اكتب للزمالك قصيده لو كان هيرفع علم مصر في بطوله قاريه او عالميه. اه طبعا ممكن اكتب للزمالك جدا جدا، بس هيكون هيرفع علم مصر تحت بند المصريين يعني. أيوة، مش ضد الاهلي. مش ضد الاهلي. مش ضد الاهلي. ماشي ماشي.